زوار موقع سبورت 360، مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من رسائل 360، البرنامج الموجه فيه مجموعه من الرسائل حول اهم الموضوعات التي حدثت في الاسبوع الماضي على الساحه الكرويه العالميه. تفضلوا معنا. الرسالة الأولى رح نوجهها لفالنسيا، الفريق الشجاع يلي عم بيقدم أداء ممتاز ويظهر شخصية كبيرة أمام الكبار، ليس فقط شخصية، أداء مميز منظم ويحرج الجميع بدون أي خوف من الكبار. نتمنى أن نرى أتلتيكو مدريد جديد يستطيع أن ينافس كبيري إسبانيا، ونتمنى أن نرى أتلتيكو مدريد أيضا وتكون منافسة رباعية، لما لا. الرسالة الثانية رح تكون للتحكيم الإسباني. للأسف التحكيم الإسباني أخطاؤه تكثر، وهو يضع نفسه بنفسه في موقع الاتهام. يعني لقطة ميسي في مباراة فالنسيا والتي فلتت من الحارس ودخلت إلى المرمى، يعني راح تزيد جدل كبير. على الحكام بإسبانيا أن يحسنوا أدائهم قبل أن تدخل تقنية الفيديو، يعني حتى يرجعوا يكسبوا ثقة الجماهير. بكل يوم وكل تقريبا بكل جريدة نلاحظ في حديث عن حالات تحكيمية بخصوصي لقطبي إسبانيا وخصوصي من الصحافة المدريدية والكتالونية. على التحكيم أن يطور نفسه ويخفف الجدل، وإلا فستكون هناك عواقب وخيمة. الرسالة الثالثة راح تكون عن ثلاثي باريس سان جيرمان، ونعني طبعا كافاني ونيمار ومبابي. هذا الثلاثي يقدم أداء ممتاز، يعني هو فعليا الثلاثي الرعب الجديد في كرة القدم، الثلاثي الهجومي الرعب الجديد في كرة القدم العالمية، بعد ما كنا نعرف الـ MSN ببرشلونة. طبعا الحكم في باريس سان جيرمان قدم أداء ممتاز، والثلاثي قدم أداء ممتاز أمام كل الفرق الكبرى، أمام كل الفرق التي لعب لها عفوا. نتمنى الآن أن نراه أمام فريق كبير، يعني هو لعب صحيح قدام بايرن ميونخ، بس بايرن ميونخ ما كان في أحسن حالاته. نتمنى أن نراه يلعب أمام فريق كبير في أحسن حالاته، يعني مثل مانشستر سيتي، مثل ريال إن شاء الله إذا ارتفع مستوى، لنرى ماذا سيستطيع هذا الثلاثي أن يفعل. الرسالة الرابعة ستكون لإريك كانتونا، النجم الفرنسي المعتزل. إريك كانتونا تحدث، هاجم جوزيه مورينيو وقال أنه هو ليس المدرب الصحيح لمانشستر يونايتد، ويعني كان عندك غوارديولا، ليش تتجه لجوزيه؟ يعني كان عندك فرصة لتصنع برشلونة الجديد بوجود غوارديولا، لماذا ذهبنا إلى مورينيو؟ يعني بس أنا بدي أوجه له ملاحظة لمستر كانتونا، مع احترامي له للاعب وكل قدراته، بس مورينيو مانشستر يونايتد مع مورينيو يقدم أقرب كرة لمانشستر يونايتد أليكس فيركسون في السنوات العشر الأخيرة، يعني انطلاقا من العام 2005-2006 كان مانشستر مع سير أليكس فيركسون دفاع قوي واعتماد على التكتيك والمرتدات وليس اللعب الجماعي والمفتوح. صحيح أنه كان أكثر حسما، أكثر اندفاع عند الأمام، لكن فعليا مورينيو يقدم أقرب أداء لمانشستر يونايتد أليكس فيركسون. فيا كونتونا انتبه تماما، مورينيو هو الذي يسير على إرث سير أليكس، وليس بيب غوارديولا الذي سيسير بنهجه الخاص وليس بنهج أحد آخر. الرسالة الخامسة راح تكون لنجمنا العربي محمد صلاح. محمد صلاح الآن تحت الضوء، كل الأنظار مسلطة عليه، ولكن هناك أيضا حديث كثير حوله. شفنا المجادلة بين كلوب وماني حول إشراك محمد صلاح، وهي طبعا ناتجة من كون ليفربول يعاني من وجود أكثر من لاعب في خط الهجوم بنفس الأسلوب ونفس المركز. محمد صلاح أنت تحت الضوء، هذا لحاله يشكل ضغط، والآن هناك حديث ومشاكل تحدث وهي أيضا ستشكل عليك ضغط. كون قوي الشخصية ولا تتأثر بها، العب لعبك وأدي أدائك، وترك الأمور الفنية للمدرب، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه عليك أن تؤدي أدائك في الملعب وعليك أن تؤدي مهمتك في الملعب. وابقى صديقا للجميع، اعزل نفسك عن كل شيء ولا تدخل في أي سجالات. الرسالة القادمة رح تكون لميلان بعد التعادل أمام تورينو. يعني نقولها بكل صراحة، ميلان الآن بحاجة للتغيير. الفريق خلق أمام تورينو كثير من الفرص، لعب بأداء
جيد نسبيا لكنه افتقد للحسم، وهي مسألة صار لها مستمرة من أول الموسم حتى اللحظة. يعني التطور بطيء جدا، يعني يكاد يتجاوز القطار ميلان. يعني بعد قليل لن يكون هناك من الممكن العودة لدوري الأبطال، رغم كل التعزيزات، رغم كل الصرف الذي تم على الفريق. عملية التركيز هي عملية سيصنعها المدرب، والمدرب حتى الآن فاشل في خلق هذا التركيز لدى اللاعبين. هل هي مشكلة في التدريبات؟ هل هي مشكلة في اللاعبين؟ لا نعرف. لكن يعني على ميلان أن يغير شيئا ما، هل هو مدرب أو غير مدرب؟ لا نعرف. الكرة في ملعب المدرب والإدارة على حد سواء. نستغل مناسبة حديث عن ميلان لنوجه رسالة لفريق نابولي والإنتر. فريقان يقدمان أداء ممتاز، واحد من يقدم أداء جمالي، واحد من يقدم أداء حذر، لكنه كلاهما الآن في صدارة الترتيب، نابولي أول إنتر ثاني. استمروا في هذا الأداء الجيد، لأنه يجب أن تتوسع قاعدة المنافسة في إيطاليا لمصلحة الكرة الإيطالية التي تلقت الصدمة الكبرى بالخروج من كأس العالم. الرسالة الثانية راح تكون بداية لعشاق كرة القدم عموما، أطلب منهم الانتباه للدوري الألماني. الدوري الألماني قد لا يكون بشهرة الدوريات الباقية في المنطقة العربية التي يغلب عليها الدوري الإسباني وثم الإنجليزي وبعده الإيطالي، لكن في الدوري الألماني نحن نشاهد كرة قدم جميلة جدا. ومباراة شالكة ودورتموند يعني من أهم الأمثلة حول ذلك. مباراة لا تتكرر في منذ سنوات عديدة، فريق تأخر 4-0 ثم يعود وتعادل 4-4، يعني مباراة رائعة. أعطوا انتباهكم للدوري الألماني لتستمتعوا بكرة قدم جميلة فيها القوة البدنية وفيها الفنيات وفيها الأهداف الكثيرة. الرسالة التالية اللي رح نوجهها رح تكون حول تجديد عقد ليونيل ميسي. والرسالة رح نوجهها تحديدا لليونيل ميسي نفسه. أنت دائما تثار حولك الشكوك ودائما يقال سيخرج سيبقى، بالأخير أنت تعود لبرشلونة وتوقع مع برشلونة وتجدد لبرشلونة، ولا يعني يحسب لك ويعطي ثقة لفريقك بوجودك، الوجود لاعب مثلك مع الفريق كله ينتعش. لكن انتبه الآن، لأنه بدأت تقترب من 30 والضغوط عليك كبيرة، لأنك أصبحت تقريبا نجم الفريق الأوحد. انتبه من الضغط وكون على قدر هذا التجديد وتجديد هذه الثقة، وحاول أن لا يتراجع مستواك على الأقل في العام أو العامين القادمين. الرسالة الأخيرة سأوجهها شخصيا للجمهور المدريدي، وستكون تحديدا عن كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يعاني حاليا من مشكلة تراجع في المستوى، وفعليا هي مشكلة تتكرر كل موسم، لكن بالأخير في رونالدو عندما تريده تجده، والدليل الأداء الذي يقدمه الأبطال. ثقوا برونالدو وثقوا بقدراته، وما بنفس الوقت تأكدوا من مسألة واحدة، أن هذا التراجع طبيعي وقد يحدث بعدة مرات، لأن رونالدو يكبر في العمر ويتقدم في العمر، وهو في النهاية إنسان وبشر وليس آلة. شكرا لكم وتحياتي.